هنقف عند امام عاشور لان هو واحد من اخر المنضمين لكتيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره. الصرخه اللي طالعه من القلب دي ما تطلعش غير من واحد وكانه متربي في النادي الاهلي وكانه بيلعب في النادي الاهلي طول عمره. ما هو ده الاعداد النفسي اللي حصل لامام عاشور، انه اندمج في نسيج الفرقه، انه عاش مع الفرقه، ان بقى يعني جزء من الفرقه. يعني هو جاي غريب، يعني مش غريب في بيتي اللي هو بتاع نور الشريف، لا فيلم جميل. لا هو جاي حس هو ده بتاع شحاته ابو كف. شحاته ابو كف طبعا. انا بقول المهم كان الامام معنى كده انه خلاص اصبح جزء من المنظومه، جزء من العيله، واحد من اولاد النادي الاهلي، واحد من عائله النادي الاهلي. كهربا اللي هو يعني مثلا كريم جاي دلوقتي رايح لكهربا عشان هو كان سجل الهدف، وامام هو برضه اللي لعب الكوره، وحسين الشحات جاي، فجاي. لكن امام بيقول ده اول هدف، ان ده يعني نشوف ازاي النادي الاهلي، والنادي الاهلي لازم يكسب. السؤال بقى هنا كابتن فتحي، يعني اللعيبه قاعدين عارفينه، مين بقى اللي ورا حسين الشحات و وكهرباء ده؟ بيرستاو. اصل جزء بس من بيرستاو، اصل برضه الفرحه عارفه مرسومه على وشه حسين الشحات. ما كانش باين من الزاويه. ورا بيرستاو، وهنا كريم دبيس وكهرباء وامام عاشور. صرخه بتعبر عن مدى انتمائه للفانيلا اللي هو بيلبسها. جميل. طيب مطمن الى اي درجه على مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري المحلي في ضوء اللي حضرتك شفته للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت؟ لا في ضوء احنا يعني بدا كويس البدايه دي، لان البدايه الموفقه دايما المكسب يجيب مكسب.